أجدد لكم التحية مرة ثانية متابعينا الكرام، أخواني الحضور أينما كنتم أيضا تتابعون هذا النقل. نرحب بالشوط الخامس في مجموعة أشواطنا الذي خصص لفئة الأبكار الحجايج لأبناء القبائل، وضمن جائزة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل حاكم في المنطقة الشرقية حفظه الله ورعاه، الذي قدم هذه الجوائز في 30 ميدان سنويا، وقرر سموه أن تكون هذه الجوائز سنويا في ميادين الدولة في هذا الموسم. نشكر سموه على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نذهب إلى مقدمة الشوط ونفتتح الإذاعة مع مياسة راشد بن غدير بن سعيد بن غدير أو رشيد بن غدير بن سعيد الاجتبي، من يقدم لنا المركز الأول مياسة، والمركز الثاني تأتينا الوارية وخليفة بن سالم بالضبيعة من يتقدم إلى المركز الثاني. شعار بن عجيل هذا قادم مع الشايبة سلطان بن سالم بن عجيل، بو محمد أيضا قادم، مشعار بن سعيد بن غدير مع لمسة بالمركز الرابع والثالث، يتقدم الآن إلى الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع هذا شعار محمد بن علي بن كليب بالمركز الرابع، والمركز الخامس تأتينا اللي هي صعايب سالم بن محمد بالضبيعة بالمركز الخامس. أما سادس المراكز غنائي محمد بن عبيد بالضبيعة، والمركز السابع مرموقة سلطان بن سيف بالضبيعة على المركز السابع. المركز الثامن خليفة بن مفرع ابن بليش، أما المركز التاسع الوصول من شموع علي بن سلطان بن رشيد، والمركز العاشر الوصول من أمواج مطار بن محمد بن دحروي العامري. هذه العشرة المراكز الأولى الإذاعة على حسب رغبة المذيع، أما جوائزنا تنحصر للخمسة المراكز الأولى. نعود مرة ثانية إلى المقدمة لنتابع مياسة رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير، هذا الشعار اللي انقلت الماركة وفازت بالمركز الأول في أحد الأشواط، وهذا هو الآن يعود مرة ثانية على ظهر مياسة، يتقدم أيضا إلى الأمام، معلن وجوده في هذا اليوم ومع بداية هذا الموسم. أما المركز الثاني جميلة الخليفة بن مفرع بن بليشة يأتينا على ثاني المراكز، والمركز الثالث صعايب سالم بن محمد بالضبيعة بالمركز الرابع، والمركز الخامس أمواج مطار بن محمد بن دحروي العامري مع أمواج، والمركز الخامس أرى 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 المركز الخامس الله شعار بضبيعة، شعار عبيد بن محمد بضبيعة يتقدم الآن مع غنائي محمد بن عبيد بضبيعة بالمركز الخامس، والوصول من شموع علي بن سلطان بن رشيد. يا سلام يا بن رشيد، يا سلام يا بن رشيد، نعم هي كانت هذه شموع بالمركز السابع والآن وصلت إلى الثالث والآن وصلت إلى الثاني، ولكن يلا يا رشيد، يلا يا رشيد، خلك رشيد، خلك رشيد وخلك إلى الأمام، وخلك مع الناموس، وخلك مع مياسة، مياسة مياسة مياسة، روحي أيتها المياسة، روحي أينما تذهبين في حلك وترحالك مع الناموس والعصاقوس والعصاقوس، ولكن الهجوم الهجوم من شموع علي بن سلطان بن رشيد، والمركز الثالث خليفة بن مفرع بن بليشة، 600 600 600 600 يا بن غدير، نزل الجامة، نزل جامة المورست، وطالع 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 مياسة، طالع راقم مياسة، أبدا أبدا ما حركه، حرك يا بن غدير، روح 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 روح، يا سلام يا سلام يا سلام، هذا المطلوب هذا المطلوب يا بن غدير، شايعه بالزين عنهن ليركضوهن هوب منهن، ركضها فايج ركضهن، فرق ما بين الحجايج، راحت راحت بالناموس للمرة الثانية ابو سعيد، للمرة الثانية شفت شنبة طاير على فوق اليوم، يخوف 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 اليوم، يخوف اليوم ابو سعيد، يخوف مع العرض الجميل مع جميلة ومياسة ومع الماركة، الماركة ومياسة هن في الصدارة إلى نزوة الناموس اليوم للمرة الثانية، إلى نزوة، إلى بن غدير، إلى رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير، انهني على الفوز وعلى الناموس. توقيتنا كم؟ المركز الثاني شموع علي بن سلطان رشيد، المركز الثالث علي بن خليفه من مفرح مليشة، المركز الرابع محمد بن عبيد الضبيعه، والخامس خامس وصلتنا امواج اللي مطار بن محمد بن دحروي. التوقيت الزمني 4 دقائق
47 ثانية، تهانينا والناموس.